سافروا نكتشفوا ونتلاقوا في بلادنا مع المكتب الوطني المغربي للسياحة. مستعدين باش تعيشوا المغامرة بعيدة على كاع المسارات المألوفة. داكشي علاش اليوم غنشد بكم طريق جبال الأطلس الصغير، وحنا غاديين وكنكتشفوا في الكنوز الطبيعية وفي التراث الثقافي والمعماري الأمازيغي الأصيل، من تارودانت حتى الجيوبارك جبل باني في إقليم طاطا. وباش نزيدوا نكهة خاصة للسيركوي ديالنا، غادي نترافقوا مع حمدي والعائلة ديالو. ومن دابا كنوصيكم انكم تاخذوا وقتكم الكافي وانتم كتستمتعوا بكل لحظة في هذا لوتراجي. اللي قبل ما نبداو نخليكم تشوفوا الملخص برنامجنا هاد المرة. غادي نسافروا عبر الزمن من إقليم تارودانت لإقليم طاطا في وسط مواقع طبيعية وتراث معماري نسبيا ما معروفينش. في البداية غنكتشفوا أصالة المدينة القديمة لتارودانت وحتى تيوت والقصبة الأسطورية ديالها. في طريقنا لطاطا المنظر غيتغير بتضاريس صحراوية مخبية لنا وراها بزاف المفاجآت حتى نوصلوا الأقة. واحات مخازن جماعية، قصور قديمة وعادات صحراوية مورثة من جيل لجيل. هذه هي المجموعه اللي غادي نترافقوا معها في هذا السيركوي. ودابا حنا مع سي حمدي. مع من جيتي في هذا السيركوي؟ جيت انا مع الزوجه ديالي ستيفاني، شرفين، مع ولدي ايمن، شرفين، ومع صاحبو ادم، شرفين. وعلاش جيتوا لتارودانت؟ جينا باش نديروا واحد السيركوي ديال الصحراء اللي باقي ما مشيناش ليه. غادي ان شاء الله نبداو من تارودانت ومن بعد نمشيو لطاطا. حنا غاديين وكنكتشفوا في وزاري الوغ ان شاء الله، غنكتشفوا بزاف الحوايج في الطريق ان شاء الله. كدير لنا في سسبنس. ستيفاني، شنو الحوايج اللي جيتي كتقلبي تعيشيهم في هذا لافونتور؟ شفنا هاد لا ريجون في بزاف من شاف، في لي كاسكاد، في لي غرافور روبيستر، في تاوما لي لا بالميري. دونك بغينا نشوفوا داكشي، وسورتو بغينا ولادنا يشوفوا البلاد ديالهم. هادشي علاش جيتي باش تعيشي المغامره. وانتم ما تحمستوش تخرجوا الان رود تريب على طريق الواحات وانتم قاطعين تضاريس صحراويه اللي مره غادي تبقى تغير علينا في الصوره ديالها؟ وانا متاكده باللي الطريق مخبيه لينا بزاف ديال الاسرار. واخا الجو بدا كيتقلب شويه، ولكن هذا هو هذا هو لو سونس ديال لافونتور. وقبل ما نخرجوا في لافونتور غنمشيو نزوروا المدينه ديال تارودانت. وقبل ما هادشي كله غادي نكملوا الفطور ديالنا. يلا نكملوا الفطور. وقبل ما نشدوا الطريق وما حدنا في مدينة تارودانت، كان خاصنا نزوروا المدينة القديمة ديالها ونجيبوا دورة على صورها التاريخي اللي كيرجع لعهد السعديين في القرن 16، واللي هندسته المعمارية الرفيعة كتمشي على طول 7 كيلومتر ونص وعنده 5 ديال البيبان. كل واحد فيهم كيخليك تتعرف على وجه مختلف في المدينة. وحنا كنتساراو في وسط المدينة القديمة في وسط أشهر ساحة هنايا اللي هي ساحة العلويين، خرجنا في بازارات ومحلات تجارية أغلبيتها كتسوق منتوجات مصروعة ومصنوعة من الجلد. للحرفيين ديال تارودانت كيتفننوا في صناعة تشكيلات بألوان كلها إتقان. شنو كيعجبك في الفواياج في المغرب؟ تنبغيو نشوفوا لي بيزاج، وهنا كان بزاف حوايج بان شاف، و تنبغيو نشوفوا الناس اللي عايشين وشنو تياكلوا وشنو تيديروا الارتيزانا ديالهم و هادشي اللي كاين. بانوا لي البلاكات، بان لي تعاونيه، بانوا لي كاينين لي جي الناس باقي ما كيفكروش الكري. خصنا نسولو. السلام عليكم، عافاك بغينا لا بالميغي، فين كاين لا فين كاين الواحه؟ زيدو القدام. ومن بعد 30 دقيقه ديال الطريق من تارودانت، ها حنا وصلنا الواحه ديال تيوت اللي غادي ننزلوا دابا نكتشفوها. السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير؟ كاين شي تميرات هذا العام؟ لا، بلوح. كاين بلوح؟ بلوح بلوح. وكاين واش هذا امتى الموسم ديال الموسم ديال هذا الشهر الجاي؟ الشهر الجاي باقي خضر شويه، باقي طاطا وزابورات بزاف بزاف. وشنو بغيتي زعما تقول لنا نمشيو لطاطا؟ زوينه حتى هي، زوينه بصح. قلت لكم راه طاطا حتى هي خصنا نمشي نشوف. تمشي لتاكمور طاطا؟ صح. انا مرشد.
صح اي تمشي لساقموت هي اي هرم لساقموت هي دابا الناس ملي كتجي لتيوت شنو كتشوف هنايا كتشوفوا اللوحه اها وكتشوفوا البانوراما كي ديال القصبه ومن غير القصبه واللوحه واللوحه وكاين واحد الباليت ديال السادين ها هو وين كرام شنو السادين ها هو فين كتشوف الصور ديالو اها ودخلوا مع اللوحه هكا هي شوفوا توصل اللوحه راه كبيره راه فيها شي واحد الاطلسه ديال النخيل وحنا كنتساراو في وسط الواحة قدرنا نتعرفوا حتى على التدبير التقليدي ديال الماء على كيفاش كيتسقاو جنانات الواحة وحتى كيفاش هاد الماء قدر يحرك حتى لدابا طاحونة تقليدية غير بقوة الضغط ديال الماء عندكم هنا شي راحة قديمة في المنطقة؟ واحدة واحدة هذه جات الماء هذه اها ستامو لاندو ونقدروا نمشيو نشوفوها حالة؟ في الماء باقي ما حل هذاك واش تكون 14 الوحدة كاينة 14 دون الواجهة 14 14 مولاندو ولكن يجيس ماتنو كاين سير كي ترافاي جوسكا ماتنو جات فواحد لا بارت واحد كاين شرا واحد لا بارتي دار فيها لا ريستورون عنده الحظ جاتو في لا ريستورون ديالو هي هادي الى حل راه غدخلوا الصور وباقي الان كيضحنوا فيها الناس ديك الطريقه التقليديه القديمه كتجيب الزميطه ديك المسائل زيارتنا لتيوت تكمل طلعنا للقصبة التاريخية ديالها اللي تبنات في العهد ديال السعديين في وسط موقع استراتيجي شامل المشهد بانورامي خيالي على الواحة شميشة خرجات خرجات وخرجت معها حتى المناظر ياك انت سي حمدي شنو الميتي ديالك انا لالا استاذ ديال الرياضة في الثانوية وسي بوغسلا انا تنسيتي لي زيلف ديالي حاولوا خرجوا مع اولادكم عطيهم ليكزومبل تانتوما ديهم للطبيعة سافروا بهم شي بلايص وخا غير بلايص قراب وسيروا خرجوا للطبيعة وحنا خارجين من تيوت في طريقنا بانوا لينا جنانات كتار من شجر أرغان هادشي حيت المنطقة مشهورة بالجودة العالية في إنتاج زيت أرغان والمشتقات ديالو وكاين حتى واحدة كتسوق فيها نسات المنطقة كاع هاد المنتوجات وباش نكملوا طريقنا لطاطا من مركز إغرم غنشدوا الطريق على اليسر ماشي اللي كتدوز على إسافن وإنما ديال تاغموت واللي غتوصلنا في 30 كيلومتر تقريبا إذا دابا غادي نريحوا الدراري مدام باش نتغداو في هاد الطبيعة اش بان لكم واخا اه مزيان انا في وجد الجوع يلا هولي هذه بسم الله شوف دابا غير البيكنيك كيقترح علينا نديروها البيكنيك بيكنيك. وسط الجبال كاينه لالا اليوم المنيو طون مطيشه ولا طون بالزيت اللي بغيتو لالا ولكن اللي زيد على المنيو الطبيعي طون ناتوريل طون ناتوريل لالا ونتايا طون مع الطوماط الحمد لله المغرب بلاصه فين ما مشيتي حنا ديما حرور الطون نسلكنا ندوزنا بخير وعلى خير عجبني انا هاد ليسبري اللي كتبارطاجيو نتوما في السفر ديالكم مع وليداتكم لا ديما تنصافو هنا انا ولا في الخارج تنمشيو بالاكا تنديبانيو ديما تنمشيو صبا مع الساكادو ديالنا وما عرفنيش فين غاديين غير غاديين وصافي او بلوس هادشي سافو ريان حتى Voilà, c'est gratuit, c'est la nature. T'en as choisi. En road trip. Voilà. Yalla, on l'a dit. Yalla, m'chou, les anna trak mazal taba anna bach m'chou l'tata. Yalla, bismillah, yalla. Salama. عندنا واحد المتاهه في المغرب تيقولوا الا الكرش بعات ها كتقول الراس غني ايوا عادي شوف فيها غادي ندير لكم واحد الاغنيه نعمه لالا انا اخترعتها معكم وي وي علي علي يوم دايرين واحد لو تريب واحد لو تريب واحد لو تريب تبدا من تارودان لطاطا وحنا قاطعين على تيوت ومن تيوت لتاقموت أو بلادنا
بلادنا زوينة أتيكا أتيكا نورا 45 كيلومتر ديال الطريق من بعد إغرم اللي كنت درس جيولوجي حقيقي لينا على الأطلس الصغير. ها احنا وصلنا أخيرا لواحة تل تاجموت اللي الدوار ديالها كان موطن اليهود المغاربة 600 سنة قبل الميلاد، واللي فيه فين غنفهموا العلاقة اللي كتربط الواحة مع الماء. احنا دابا في الجماعة القروية ديال تاجموت، بقات لنا واحد 45 كيلومتر لطاطا، وقبل ما نوصلوا لطاطا عندنا رونديفو مع باتريك سيمون اللي هو رئيس الجمعيه المغربيه للتنميه الجيو بارك جبل باني، واللي غادي يرافقنا في هذا لو سيركوي ديالنا في طاطا، واللي غادي يجاوب على كاع التساؤلات ديالنا. احنا تابعينك. فوالا لي سورس بريزونت اون سورس اون اون سورس دان كوتي دو لويد اون اورا اون اوتر سورس دو لوتر كوتي سو لو تومبو دو دانييل. alors ce qui est important ici c'est que ça sort à longueur d'année, c'est canalisé à partir de là, et je dirais que des terres qui sont minérales comme vous les avez découvertes jusqu'à présent, disons qu'avec cette eau, ben c'est la richesse du palmier, de l'olivier, etc. On est à 100 mètres d'altitude à peu près, ce qui fait qu'il y a un mélange palmeraie et olivier, arbre fruitier, donc c'est très riche à ce niveau-là, donc les gens arrivent à vivre et arrivent à vivre correctement et très correctement. On a vu les sources tout à l'heure, c'est que ce tombeau de Daniel existe parce qu'à un certain moment, les sources se sont taries un petit peu. Et comme, disons, l'oasis ne peut vivre qu'avec l'eau, donc les notables qui, à cette époque-là, allaient jusqu'à la Mecque, disons, en quelques années, aller-retour avec les dromadaires, etc., ils avaient entendu dire qu'il y avait un saint juif là-bas, Daniel, qui pouvait gérer les problématiques de l'eau. Donc il y a eu une délégation d'une vingtaine, je crois, de notables de Tagout et de Tata, qui sont allés là-bas et qui sont revenus, qui ont réussi à négocier et revenir avec des reliques du fameux Daniel. Et ils ont fait ce tombeau en l'honneur. Alors dans ce tombeau, du côté gauche ici, il y a la mosquée, et on voit là-bas la notion, disons, pour la direction vers la Mecque, etc., à l'est, etc. Et dans la salle attenante à côté, il y a la tombe, disons, de Daniel, et qui en fait qui est sur 4 mètres, 4 mètres 50. Alors, c'était quand même l'image d'un grand bonhomme. Donc là, on est à Aïkin, disons, c'est un endroit qu'on a découvert il y a 20 ans. Salam alaikum. Tu peux nous faire rentrer, cher ami. Patrick, c'est qui ce monsieur? Dans le cadre des règles qui ont été mises en place par l'islam, dans ce cadre-là, il y a les familles et puis il y a un gardien. Disons, pour rentrer, il faut mettre main blanche et puis disons, voilà. Donc nous, on va faire comme ça, on est des invités et on va demander de rentrer, ainsi dit. Hein, voilà. كل واحد عنده السيرو ديالو من داخل السيرو ديالو الى القلبات ديالو متوشي ولا شي حاجه راه تتعلق ودابا يقدر يحط الفلوس يقدر يحط الزرع يقدر يحط اللي بغى هذا راه كنز اللي هز دابا. Tout ça ce sont des actes qui ont été récoltés qui datent de siècles et de siècles. Alors tu as des actes notariés disons sur papier et tu as des actes notariés. C'est un problème. Regarde, tu as des actes notariés là-dessus, sur, également sur bois, comme ça. Et ça, donc, c'est des adoules, hein, disons, des actes adoulaires qui sont encore fiables. ومن بعد كاع هاد الاكتشافات اللي خليتينا نتعرفوا عليها باتريك، دابا بغينا نعرفوا شنو هما المهام ديالك كرئيس للجمعيه المغربيه لتنميه جيوبارك جبل باني. Patrick Simon, donc je suis depuis 44 ans au Maroc et à partir de là, j'ai eu l'occasion de créer, disons, par synthèse de ma reconnaissance de ce pays qui est pour moi merveilleux, qui a permis d'élever mes enfants, j'ai soumis la création d'un territoire soutenable du Géoparc Jbel Bani.
Donc c'est un territoire qui est sur le long de la chaîne Bani, qui va de Zagora jusqu'à Tantane, sur 850 km, 150 km de largeur. Donc un aspect de la voie royale que j'ai eu à créer, disons, dans le cadre à la fois de l'aspect vernaculaire de la géologie qui passe à la géographie et de l'humain et qui conçoit en tout cas culture et histoire, historique en tout cas pour le Maroc, qui n'est pas toujours connu des Marocains malheureusement, mais qui permet à travers culture, patrimoine, de donner surtout des éléments super favorables au développement de demain. Donc ces projets pilotes tels que vous êtes ici à Darin Fian, ou le campement à Kanaït Sidi, ou Maison chez la Seine à Tissine, sont les exemples de résultats où dans des ruines, dans le désert, dans des endroits où personne n'aurait jamais pensé faire quelque chose, nous avons réussi jusqu'à ce jour à prouver qu'il était possible de faire venir des gens du monde entier. On a plus de 96 pays qui sont venus dans nos éléments là-dessus. On a eu à ce niveau-là la réussite de voir les premières pages du New York Times, disons, pour ces éléments et ces expériences, d'où la réussite. Depuis 20 ans à Tata, ce que je peux dire, c'est que touristiquement parlant, on a des gens qui sont venus jusqu'à 12-13 fois ici. Donc je pense qu'on a ce résultat. حاجه نقدروا نبداو بها نهارنا الثاني معكم في هذا لو سيركوي هو هذا المنظر الرائع في قبيله واحد طاطا. كي جاتكم بعدا هذا المنظر؟ داك الشيء مانيفيك. داك الشيء شوف هذا لا بالمي شيء ما كاينش بحال زوين خضر ومي تفيق في الصباح تحس براسك في واحد الهدوء التام وتا الضوء اللي كاينه هنا تا تخرج مزيان لا بالميري ولي كولور ديال الجبال وداك الشيء تيولي زوين بزاف. ثلاثة كيلومتر تقريبا من طاطا قصدنا أول دوار من وراء الواحة اللي هو دوار أكادير لهنا من أقدم دواور وأكبرها من ناحية عدد السكان في الإقليم واللي معروف بمقبرة قديمة بزاوية سيدي أحمد نايت حسين وبالساعة المائية اللي عبد المجيد ولد المنطقة والمرافق ديالنا اليوم غيشرح لنا بالتفصيل كيفاش فضل هاد الساعة كتنظم عملية توزيع مياه عين أفرا على قبيل الدوار. السي محمد هو الأمين ديال هاد النهار مثلا هو اللي مكلف بالعملية ديال كيفاش غيسير الغلوجة وكل واحد عارف الطريقة الوقيتة اللي غادي يشد فيها الماء كل واحد عارف إمتى غادي يبدل الغد اللي عاود ثاني تيكون واحد الأمين يا يعني إما هو ولا تنقل واحد السيد آخر اللي تيكون هنايا يعني تكون العملية يومية تيكون من 6 ديال الصباح حتى 6 ديال العشية وبالليل تيكون طريقة أخرى لاستغلال الماء. عندك هذه الصغيرة هذه اللعيبة الصغيرة تتكون خاوية تنحطوها في الماء تتكون فيها واحد التقيبة صغيرة من الداخل تيدخل منها الماء حتى تتعمر وكتطيح كتدخل لداخل. شنو تيعني هادشي؟ تيعني بلا واحد لوتور ديال واحد الشخص من الدوار راه داز يمكن يكونوا عنده ثلاثة ديال هادو يمكن يكونوا عنده جوج اللي بهم هاد العائلة تيعرفوا كل عائلة شحال الحق ديال الماء ديالها. ولكن اخويا الحق ديال الماء واش تيخلصوه؟ دابا كيفاش انا نقول لك عندك حق انت ثلاثة وانا عندي حق نص على حساب الخلاص ولا حساب شنو؟ لا بالنسبة للحق ديال الماء هو راه مورود هنايا. وارد انت ثلاثة صافي تتستغل دوك الثلاثة ديالك كل مرة في الشهر ولا في الشهور تقدر تشري نهار السبت والحد تيتباع الماء يعني تيكون واحد لابارتي ديال الناس اللي ما عندهمش ان دغوا ديالو تيشريو يقدروا يشريو يقدروا يشريو هذا الماء هذا. تبارك الله عليك السي لامين. والقيمة ديال كل تناس أو طاسة النحاس اللي كتقسم الوقيتة ديال توزيعها في مدة 42 دقيقة ديال الري كتسوى 30 درهم في الشتاء و 40 درهم في الصيف. وعلى شحال من كيلومتر تيكون هاد السقايات الماء؟ كاين تقريبا حتى 5-6 كيلومتر ديال السقايات ديال الماء ديال لي غيفيير بحال هكا كاينين راه كما قلت لك راه جاي قريب للكغوت ديال المسايط راه بعيد على 7 كيلومتر ديال طاطا وهاد السقايات جايين خطرات من في الاول ومنين تيوصلوا للبلاصه اللي فيها الواحه تيكون هاد الطريقه هادي ديال لي غيفيير. ودابا شنو هو الانواع ديال التمر اللي الواحد معروف هنا بهم؟ كاين بيض الطوب هنا كاع غازين هنا بيض الطوب كاين بوفقوس وفقوس مثلا نقولوا حنا كاين الجير كاين سير كاين حتى سير ديال تاع عيالين كما تنقولوا حنا سير العيالات
حتى هو كاين المهم كاين مختلفين وغير المعروفين هنايا بوفقوس بزاف وبيض الطوب والجيه حتى هو هذا بغيتي شي تمره موجود كاين نهار الاحد ان شاء الله السوق ديال التمر ولا ممكن كاينين التعاونيات اللي تبيعوا كاين تعاون ديال لافر هنايا اللي تتبيع التمر ومختصه بالتمر بزاف تدير لومبلاج ديالها تدير كلشي وحنا مكملين طريق الاقا وغير فتنا طاطا ب 12 كيلومتر تقريبا وقفنا عبد المجيد في منطقه تازرت باش يورينا كنز التراث اليهودي اللي هو حي الملاح القديم وباش نشوفوه في اجمل صوره طلعنا لاعلى مستوى فوق واحد الجرف صخري فين بانوا لينا اطلال الحي صامده ومحفوظه غادي نشوفوه غنشوفوا الملاح ديال تازرت الملاح اللي هو الكارتي جويف تيبين بانه هنا في طاطا كانوا دي جويف ساكنين هنا في طاطا وكان واحد التعايش بيناتهم وبين المسلمين اللي كانوا ساكنين معاهم دي جويف بيغبيغ مازال كاينين هنا شي وحدين ولا لا لا ما بقاوش دابا صافي حتى واحد ما بقى هنايا ولكن باقي لي كارتي ديالهم كان هنايا كاين في تكازير اقا في تكازير وكان هذا ديال تازرت تازرت زدنا كملنا طريقنا حتى وصلنا لأقة اللي كيرجع تاريخ تأسيسها لعهد الأدارسة في القرن السعود ثلاثة جوج واحد أقة وغير في 5 كيلومتر من مركز أقة خرجنا في دوار أكادير أوزرو دوار في عمره أكثر من 4 ديال القرون مشيد على شكل قلعة كبيرة وعلى طابع القصور الأمازيغية القديمة واللي مميز فيه هو الموقع الاستراتيجي ديالو المبني على جرف صخري ومحصن بسور عالي بطول 10 متر تقريبا هذه البلاصه اللي فيها هذه الحاجه خارجه شنو هي شنو غتكون هذا الشيء شنو غيكون هذا الشيء الماء هذاك الماء ولكن شنو بالضبط ريزيرف هذا كبير هذاك البير آه. البير البير خارج من الدوار يعني داخل الدوار عندهم اي حاجه يحتاجوها عندهم الماء اللي الشون ديالهم هما على برا داكشي علاش سيتني فيلاج فورتيفي اللي كما قلت لكم تعتبر من اكثر الدوابير اللي فيهم الكثافه السكانيه زوين هادشي بزاف ومن اكادير اوزرو بجوج كيلومترات تقريبا جينا لقصبه سيدي عبد الله بن مبارك المعروفه حتى بقصبه اكادير امغار فين غادي نتعرفوا على معلمه تاريخيه كترجع للقرن 12 هادشي تيشبه كتشبه الكتبيه وكتشبه صومعه حسن في الرباط نقولوها بلي راه هي التوام ديال صومعه حسن في الرباط صح اللي تنسميوها الساكنه المحليه تتسميها لاله بيت الله وكتسمى كذلك اكادير امغار من بين التحف الفنيه والمعماريه اللي كاينه في اقليم طاطا بالاضافه انه كاين مسجد قريب لهذه المعلمه هذه علاش تسميوها هذيك السميه لاله بيت الله وي بيت الله هي حنا تنقولوا تيقمين ربي للجامع ايه بالشلحه وبيت الله بالعربيه ليلى بيت الله لا 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 نعم سيدي لا لا نعم سيدي لا لا نعم سيدي لا لا اي ناس حنا سيدي في واحد المنطقه زينه في لا بالميوري وال تسمى السكار منطقة ديال أموند هذه تسمى أموند أموند فين هو في أقا هي أموند هذيك البلاصة ماشي لاموند لا ما كاينش اللوز كاين عندنا النخل هنا والتمر النخل والتمر زوين روزو إوا كولو دغيا باش راه عندنا بزاف د الحوايج ما نديرو هاد العشية عاوتاني واخا ستيفاني
دابا غادي نرجعوا لدوار اكادير لهنا باش نزوروا تعاونيه نسويه ونتعرفوا على شنو هما اهم المنتوجات المحليه اللي كتقدها هاد النساء. السلام عليكم. لاباس عليكم. كتقدوا شنو الانواع ديال الكسكسو؟ التشيشه. اجي شرحي لنا انا. كاين ديال القمح وكاين ديال الزعفران. وشنو هذه الحنه؟ بصله كرمه. علاش كطليق؟ بصله كرمه هي كتصيب بصله بلديه، كنغرسوها في الجنان، كنقطعوها على ربعه، وكنديروا ليها ملحه، صافي وكتفرشيها في الشوك، مرة مرة كتقلب فيها حتى كتكرم، صافي وكتطحنيها بحال الطحين، كتحطيها حدا الحضريه، كدير في أي حاجة، في الدجاج المحمر، في السكسونيت، في لوبيا، في الشوا، في أي حاجة. شحال كتبيعوا هذا الكسكسو؟ شحال؟ 15 درهم. هذا غادي معايا بعدا. هذا ديالاش ديك قلتي ليا ديال هي السميه ديال لاسوسياسيون. انا صراحه اول مره كنشوف بصله بحال هكذا يابسه كتخدم زين. هذا واحد المعركه كتبات ياك. واحد شويه غادي نهز واحد بصيله وهذه الحنه هادي غنديها للوالدة باش ترضي عليا. يلا بسم الله. صراحه كنا نقدروا نختموا بها لو سيركوي ديالنا في طاطا هو منين تعرفنا دابا على النساء اللي كتعزف كتخدم فرقه ديال الاحواش. داكشي كان مزيان والحمد لله لومبيونس كانت مزيانه وتعرفنا على الثقافه ديالهم ديال الموسيقى ديالهم والحمد لله كان تجاوب معنا وحتى حنا خلقنا امبيونس ونشطنا معاهم وكنتمنى حتى نتوما تكونوا نشطوا معنا وعجبكم هذا لو سيركوي اللي درناه وتجيو نتوما تعيشوه ومن هنا غنكونوا وصلنا لنهايه السيركوي نتلاقاو من هنا 15 يوم ولكن هذه المره مازال السيركوي غادي نكملوه من طاطا لايتباها اللي المفاجات مازال كثار كيتسنانا ودائما مع عائله ديال حمدي. اشهد زوروا بلادكم. اشهد زوروا بلادكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سافروا نكتشفوا ونتلاقوا في بلادنا مع المكتب الوطني المغربي للسياحة.